بديت الدور 24، بدأت زي الدور اللي فات واللي قبله خمس فروع اشتغلتهم بنفس الطريقة. وبعد كده عندي بين الخمس فروع والتكرار اللي بعده هيكون عندي 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. عندي الأربعة عمود، هشتغل في أول عمود عمود عادي، في العمود الثاني والثالث هشتغل عمود أمامي، عمود أمامي في العمود الثاني، عمود أمامي في العمود الثالث، في العمود الرابع هعمل عمود عادي، بعد كده 4 سلسلة 1 2 3 4، وأكرر تاني بنفس الطريقة، أول عمود عمود عادي، العمود الثاني عمود أمامي، العمود الثالث عمود أمامي، العمود الرابع عمود عادي. 4 سلسلة فراغ، 1 2 3 4، عمود عادي في العمود الأول، عمود أمامي في العمود الثاني، عمود أمامي في العمود الثالث، عمود عادي في العمود الرابع. 4 سلسلة 1 2 3 4، في آخر مجموعة عمود عادي في العمود الأول، عمود أمامي في العمود الثاني، عمود أمامي في العمود الثالث، عمود عادي في العمود الرابع. 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وأرجع أشتغل الخمس فروع بنفس الطريقة وهكذا. يبقى في الدور ده المجموعات الأعمدة الأربعة عمود اللي كانوا عندي من الدور اللي فات، هشتغل برضو فيهم أعمدة، لكن أول عمود الأول والرابع عمود عادي، والتاني والتالت عمود أمامي. بين كل مجموعة والتانية في 4 سلسلة، وقبلهم خالص في 7 سلسلة، وبعدهم في 7 سلسلة. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور وأرجع لكم. في بداية الدور 25 بدأت برضو بخمس فروع، وبين الخمس فروع دول واللي بعدهم هيكون في 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هروح على مجموعة الأعمدة اللي عندي. كان عندي عمود عادي، 2 أمامي عادي، هعمل في العادي، هعمل في العمود الأول عمود عادي، والعمود الأمامي هعمل فيه عمود أمامي، والعمود الثالث الأمامي هعمل فيه عمود أمامي، والعمود الرابع العادي هعمل فيه عمود عادي. يعني العمود الأمامي هعمل فيه أمامي، والعمود العادي هعمل فيه عمود عادي. بين كل مجموعة والتانية هيكون في عندي 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وأكرر تاني نفس مجموعة الأعمدة، عمود عادي فوق العمود العادي، عمود أمامي فوق العمود الأمامي، وعمود عادي في العمود العادي. 6 سلسلة فراغ بين المجموعات، 1 2 3 4 5 6. أكرر تاني، عمود عادي عمود
أمامي، عمود أمامي، عمود عادي، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، آخر مجموعة عندي عمود، عمود أمامي، عمود أمامي، عمود. بعد كده بعد آخر مجموعة بعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وأشتغل الخمس فروع بتوعي بنفس الطريقة. هكمل كده لنهاية الدور وأرجع لكم. في نهاية الدور 25 قفلت بمنزلقة في أول عمود أمامي بدأت بالدور أو أول فرع. للدور 26، لبداية الدور 26 همشي منزلقة في العمود اللي بعده، وهعمل كمان منزلقة في فراغ الاثنين سلسلة، هرتفع سلسلة واحدة في نفس الفراغ اللي انا فيه في اول فرع. هنا هعمل غرزة حشو، ودي هتبقى اول غرزة معايا في الدور 26. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح على الفرع اللي بعده اشتغل فرع عادي. يبقى كده في الدور ده اول فرع من الخمس فروع اللي عندي مش هشتغل فيه فرع، هشتغل فيه في فراغ الاثنين سلسلة هعمل غرزة حشو، الفرع الثالث هشتغل فيه فرع، الفرع الرابع هشتغل فيه فرع، الاختلاف هيكون في الفرع الأول والخامس. بعد الفرع الرابع وقبل الفرع الخامس هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهعمل غرزة حشو في فراغ الاثنين سلسلة من الفرع الخامس، غرزة حشو. بعد كده هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح على مجموعة الأعمدة اللي عندي هشتغل برضو زي العادي، العمود العادي هشتغل فيه عمود عادي، والعمود الأمامي هشتغل فيه عمود أمامي. الدور ده هيكون عندي بين مجموعة الأعمدة دي واللي بعدها 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وأعيد تاني عمود عادي، عمود أمامي في العمود الأمامي الأول، عمود أمامي في العمود الأمامي التاني، عمود عادي، 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7،
المجموعة الثالثة. عمود أمامي في العمود الأمامي وعمود عادي في العمود العادي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سلسلة. وهي آخر مجموعة عندي عمود أمامي في العمود الأمامي بعد آخر مجموعة عندي سبعة سلسلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وهروح على أول فرع، مش هشتغل في فرع، هشتغل في فراغ الاثنين سلسلة، هعمل غرزة حشو بعدها ثلاثة سلسلة فراغ، واحد اثنين ثلاثة، وأشتغل الأربع فروع اللي جايين، الثلاث فروع اللي جايين فرع في كل فرع. وهكذا لنهاية الدور، الفرع الأول الفرع الأول والخامس بشتغل فيهم غرزة حشو بس، مش بشتغل فرع كامل. ثلاث فروع اللي في النص هما بس اللي بشتغل فيهم فروع. بين الفرع الأول والفرع الثاني في ثلاثة سلسلة، بين الفرع الرابع والخامس في ثلاثة سلسلة، بين الفرع الخامس ومجموعة الأعمدة هنا في سبعة سلسلة، بين مجموعة الأعمدة والمجموعة اللي وراها في سبعة سلسلة. يعني الدور ده أنا عندي سبعة سلسلة سبعة سلسلة سبعة، ما عدا هنا بس في ثلاثة سلسلة بين الفرع والغرزة الحشو اللي هنا وبين غرزة الحشو اللي هنا والفرع اللي بعده. هكمل كده لنهاية الدور وأرجع لك. في نهاية الدور 26 قفلت بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأت بيها الدور. للدور 27 همشي منزلقات في الثلاثة سلسلة اللي عندي علشان أوصل عند أول فرع عندي، وهعمل منزلقة كمان في أول عمود اللي هو العمود الأمامي، ومنزلقة في العمود اللي بعده اللي هو العمود العادي. بعد كده هعمل هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ الدور من هنا. هعمل عمود أمامي في العمود ده وهشتغل الفرع بتاعي عادي. ده كده الفرع الأول، فرع في الفرع اللي بعده، الفرع الثالث هعمل فيه فرع برضو، بالشكل ده. يبقى أنا بدأت الدور ده من الفرع هنا وتجاهلت التلاتة سلسلة وغرزة الحشو. هنا هشتغل سبعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهروح على مجموعة الأعمدة اللي هنا بالشكل ده. على العمود الأول هعمل عمود عادي
ومش هكمله. وفي العمود الامامي الاول هشتغل عمود امامي ومش هكمله. وهقفل الاثنين مع بعض. بعد كده ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة. في العمود الامامي اللي جاي هعمل عمود امامي ومش هكمله. في العمود العادي اللي هو العمود الاخير هعمل فيه عمود عادي ومش هكمله بالشكل ده. هقفل الاثنين مع بعض. ده هيكون شكله. بعد كده سبعة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هروح على مجموعة الأعمدة اللي جاية أعمل نفس الشغل، عمود عادي في العمود العادي ومش هكمله، عمود أمامي في العمود الأمامي ومش هكمله. هقفل الكل مع بعض. ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة. العمود الأمامي هعمل فيه عمود أمامي ومش هكمله. العمود العادي الأخير هعمل فيه عمود عادي ومش هكمله برضو. هقفل الاثنين مع بعض. سبعة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هكرر تاني، عمود عادي ومش هكمله، عمود أمامي في الأمامي ومش هكمله. هقفل الاثنين مع بعض. ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة. عمود أمامي في العمود الأمامي ومش هكمله، عمود عادي في العمود العادي ومش هكمله. هقفل كل مع بعض. سبعة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. آخر مجموعة عندي هشتغل برضو بنفس الطريقة. عمود عادي في العمود العادي ومش هكمله، عمود أمامي في العمود الأمامي ومش هكمله. هقفل الكل مع بعض. واحد اثنين ثلاثة سلسلة، عمود أمامي في العمود الأمامي ومش هكمله، عمود عادي في العمود العادي ومش هكمله للآخر. هقفل الكل مع بعض. سبعة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وهتجاهل السبعة سلسلة حشو ثلاثة سلسلة، وهروح على الفرع الأول اللي عندي، الفرع الكامل. هشتغل فيه فرع بنفس الطريقة العادية وهكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور. يبقى ده الشكل اللي بين الفروع. عمود مجمع من عمود عادي وعمود أمامي، ثلاثة سلسلة. عمود مجمع من عمود أمامي وعمود عادي، سبعة سلسلة وأكرر. وثلاثة من ثلاث فروع وأكرر تاني لنهاية الدور.